السلام عليكم. احنا النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل البشرة سواء في الوش او الجسم والودان كمان. اول حاجة هنعملها هي ان احنا نمسك الفرشة الكبيرة شوية، وهنستخدم البودر الفاتحة، كمية قليلة جدا من البودر، ويبقى معانا ورقة بره او منديل وانفض فيها البودر. هبدأ دايما اني احط الفرشة في اغمق جزء وادمج من الغامق للفاتح، يعني مينفعش احط الفرشه في جزء اصلا فاتح من اول مره كده لان ممكن تغمق زياده. احنا بنحطها الاول في مكان غامق، وعلى ما تنزل البودر اللي جواها بنبدا نسحبها للجزء الفاتح بشكل كبير ومخفف، يعني الفرشه مريحه شويه. دلوقتي في اجزاء كتير عيوب في الورقة بتدي بقع معايا زي حصل هنا وهنا، في الاخر هنصلحها زي ما اتفقنا قبل كده. دايما الفحم في البداية بيظهر الاول كأن شكله مش حلو وكأننا غلطانين، وبعدين بيبدأ يظبط، فما تستعجلوش على النتيجة في الفحم بالذات. انا بدات اخد بودر اكتر لان الجزء ده غامق اكتر، كل ده لسه في البودر الفاتح. الجزء اللي في النص اللي فيه اضاءه ده ملمسوش خالص بالبودر، بس هدرجله. دلوقتي هبدأ استخدم بودر الأغمق في الجزء ده. خلينا نكمل بقية الخط هنا. نبدأ نستخدم فرش أصغر عشان نقدر نحط التفاصيل وندخل في المساحات الصغيرة. دلوقتي أنا بستخدم بودر الغامق أوي، بغمق كل الأجزاء اللي أنا شايفة أنا محتاجة أتغمق أكتر. هنا الجزء ده أغمق شوية، بحاول نعمله الأول بالبودر أحسن من إن احنا نعمله بالقلم التسيح أو قلم الفحم نفسه، لأن هي غوامق خفيفة. ممكن أفتح الجزء ده بسيط جدا.
هحاول ادمج بقى مكان انا المساحه. ممكن نسيب الجزء ده دلوقتي ونشتغل في الجزء الفاتح هنا، وبعدين نبدأ نشتغل شوية تفاصيل في البشرة كلها. فرشة وهي مفيهاش لون، احاول بالفرشة اللي هي مكلية سنة دي ارسم الخطوط الغامقة دي. طبعا ملاحظين ان بصوله الاوتلاين اللي هي ده كله بيروح تاني وبيبقى عايز يتعدل، لان هو الاوتلاين معمول بالرصاص والرصاص بيضيع مع البودر بتاعت الفحم. فممكن اللي بيبقى خايف قوي يضيع قبل ما نبدا التظليل يحدد او يمشي على الاوتلاين ده بقلم التسيح وبودر، علشان ده مش بيتسيح بسهوله والاوتلاين مش هيضيع. بس احنا لو مش فارق معانا كده كده يعني مكناش عاملينه وقاصدين نعمله بيرفكت قوي من الاول، وعارفين ان احنا كده كده هنعدله تاني، فبنبدأ نظبطه تاني بالاستيكة يعني.
ممكن بقى بالبوسه مثلا اعمل النمش اللي هو الخفيف قوي، هو اللي هي البقع اللي في وشها الخفيفه. دلوقتي ممكن نسيب الوش كده ونكمل بقيه الجسم، بعدين نرجع تاني الوش. انا بفضل دايما لو احنا شغالين على حاجه لما نحس احنا عملنا فيها تفاصيل وعنينا بقت مش قادره نشوف نعمل ايه جديد، بسيبها وندخل على حاجه تانية بعدين نرجع لها تاني. فده اللي هنعمله دلوقتي. طبعا الجسم مساحته اكبر فهنبدا بنستخدم فرش كبيره اكتر حاجه. هبدا اول حاجه هعمل الجزء بتاع العض، ببدأ خفيف، اخترت ده الجزء الغامق اللي من عنده دايما ببدا، وبعد كده ادرج الفاتح طبعا طرف برده من هنا. برده يفضل ان الاوتلاين كان عباره عن فريد وخطوط كتيره كده ان احنا نظبطها لخط واحد. هنا اللي يبين انه الجزء ده تبع الجسم ولا تبع الوش هو خط غامق، بحاول خط الغامق ده اول اعمله بقلم فحم علشان بس درجة خفيفة عشان ما يفضلش يروح مني كل شوية. هو الخط مش كامل، هو نصه بس كده. ودلوقتي بعد ما ادينا كده طبقه للجسم كده بسيطه، هبدا ان انا اعدل شويه بالزيت على الاوت لاين لانه طبعا في معظمه راح. مش لازم نكمل كل الجسم، ممكن نكتفي بالجزء ده بس انا عندي فيه شويه تفاصيل نجيبه. مثلا الجزء ده داخل جوه اكتر، انا مش راضيه العب عند معظم الحاجات اللي حوالين الوش لان هي دي هتأثر قوي في الاوتلاين بتاع الوش، فانا مستنيه عليها في الاخر خالص نعدل فيها اكتر. دلوقتي بقى هبدا اخد جزء جزء واعدل فيه اكتر. هنا مثلا كنا من الاول عندنا زي بقعه بسيطه، هنا احاول المسها خفيف قوي بحيث ان هي بتفتح شويه.
دلوقتي بقى مرحلة ان احنا لازم نظبط رسمة الوش من تحت كويس قوي. ممكن نعمل ده بقلم التسيح، بفرشة رفيعة، بقلم فحم خفيف، ايا كان الحاجة اللي انتوا مستريحين فيها.